الكل عارف ان جيسو هي السفيرة العالمية للماركة البريطانية دي سان، وامبارح جيسو حضرت حدث اطلاق اسرع مجفف شعر بالعالم من دي سان، وكان في كوريا الجنوبية. ده غير انها صورت اول اعلان ترويجي لاسرع مجفف شعر بالعالم خلال الحدث، وكمان شاركت مجموعة من الصور الجديدة ليها من داخل الحدث على الانستجرام، وده كان بحضور كبير المهندسين جيمس دايسون وهو واحد من مؤسسين شركة دي سان، ودي كانت اول زيارة ليه لكوريا الجنوبية من 4 سنين، وكل ده بفضل جيسو. وخلال الحدث تم توضيح ان مجفف الشعر ده مزود بتقنية حديثة بتقيس المسافة بين فروة الراس والمجفف عشان تظبط درجة الحرارة، وطبعا سعر مجفف الشعر ده غالي جدا بتمن 600 ون كوري، يعني حوالي 448 دولار امريكي. وللعلم كمان حضر النهاردة عدد كبير من المراسلين والمسؤولين الاجانب والمحليين، ومع باقي اخبار بلاك بينك النهاردة شاهد المعجبين ليسا في مطار إنتشون الدولي في كوريا متجهة لتايلاند عشان تكمل تصوير مسلسل وايت لوتس الموسم الثالث، وعشان كمان تحتفل بعيد ميلادها 27 في وطنها كعادة كل عام. وللعلم متوقع جدا من بعد ما تنتهي ليسا من تصوير بعض المشاهد تسافر لليابان عشان تكمل جدول عملها المجهول هناك، وبعد كده ترجع لتايلاند عشان تحتفل بعيد ميلادها، وهتفضل هناك حتى يوم 6 ابريل، وهيكون فان ميتين بالتعاون بالليسا وعلامة ترو ماني. وبالعودة لليسا في المطار المرة دي انتبه المعجبين ان كان معاها عدد كبير من البودي جارد عشان يحموها من المعجبين والمراسلين، ده غير انه كان في عدد كبير من المعجبين في انتظار ليسا حتى يرحبوا بيها ويدوها الهدايا بمناسبة عيد ميلادها، ولكن في وقت مبكر. مش كده بس، كمان ملابس ليسا في المطار لفتت انتباه المعجبين جدا، ده لانها ارتدت كوتا ومعطف من علامات زارا مع كوتش رياضي من علامات نايكي، ده غير ان حقيبة ليسا اللي كانت معاها من علامة لوي فيتون، كمان حقيبتها التانية اللي كان لونها اصفر مع اليس مديرة عملها كانت من علامة لوي فيتون، وده اللي اكد اكتر انه خلال وقت قصير جدا هيتم الاعلان عن ان ليسا هي السفيرة العالمية الجديدة لعلامة لوي فيتون. وانت هو رايك في اخبار النهاردة؟ وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.